السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين شيواتكم العربي. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا لمادلين مادلين منمر. كانوا عليه طلبات كثيرة. هاد المرة غنديرو منمر بالبرتقال والمربى، كيجي لذيذ بزاف. لهاد الوصفة غادي نحتاجو هنا 4 ديال البيضات، كاس عنبة ديال السكر، كاس عنبة ديال عصير البرتقال، كاس عنبة ديال زيت المائدة، جوج كيس ديال خميرة الحلوة، قشرة ديال البرتقالة مبشورة، غادي نحتاجو شوية ديال الكاكاو المر، وغادي نحتاجو المربى المشماش. ممكن ديرو مشماش، ممكن ديرو فخيز اللي عندكم، باش غادي نعمرو لي مادلين في الوسط ديالنا. طبعا الدقيق حسب الخليط اللي غادي يهز لينا، وغادي نعبرو قدامكم. كيف ما مستانسين معايا ديما في الكيك، هو ان في لي مادلين، هو ان الطريقه سهله، ما تتبغيش تخلط بزاف، ما تتبغيش، ما كيبغيوش الخدمه بزاف. ففي هذا الاثناء انا درت الفران ديالي كيسخن على 200 درجه. غادي ناخذ البيض، غادي نضيف ليه السكر والزيت، كاس كاس كاس، وغادي نخلط غير ينسجموا لينا ويذوب شويه هذاك السكر. حاجتيش في البيض يطلع، انما غير يذوب السكر. طبعا قبيصه الملح راه ضروريه، انا دائما فاش كنحل الدقيق كندير فيه الملح، راه يكون عندي دائما دقيق فيه الملح. هنا غادي نضيف هذاك الكاس ديال عصير البرتقال، نضيف هذيك القشره ديال البرتقاله، صافي. وغادي نبدا نضيف الدقيق. الدقيق غادي نعبرو بهاد الزلافه لان هي كتهز كاس ديال العلبه. انا درت الكاس الاول، كاس ثاني، وغادي نخلط. نضيف هذوك جوج كيس ديال خميره الحلوه، نخلط هنا بقى جاريه. وكيف عودتكم دائما الخليط ديال المادلين ما تيكونش جاري، يعني تتكون العجينه ديالو عاقده وقابطه في راسها. فهذا الكاس الثالث وباقي ما درتوش كامل حتى نشوف. فغادي نحتاج ثلاثه الكيسان ديال الدقيق، من جوج كيسان ونص حتى ثلاثه ديال الدقيق. صافي، هانتو الخليط ديال المادلين دائما يكون هذا هو القوام ديالو. فتقريبا جوج كيسان عنبة عامرين، والكاس الثالث نديرو غير النص ديالو، نبداو نخدمو حتى نشوفو اش غادي ندير. دابا غادي ناخد واحد زليفه وغادي نهز فيها من هذا الخليط. فغادي ناخد الزلافه الاولى غادي ندير فيها جوج معالقات، وغادي ناخد زلافه اخرى وغادي ندير فيها جوج معالقات بحال هكا. على هذا الشكل صافي. غادي ناخذ ليمون ديالنا، بعدا نخدموا هادو. غادي ناخذ الخليط ديالي زليفه الاولى، وحده غادي ندير فيها معلقه عامره ديال الكاكاو المر، انا حاجتي فيه يجي شويه ناصح يعني غامق. هذه غادي ندير فيها معلقه عامره، وهذه غادي ندير فيها غير نص ديال المعلقه.
فغادي نخلط هذا حتى يدخل فيه الكاكاو ونشوف واش خاصني نزيد، لان خاصو يكون غامق مزيان. نتمنى الاخت اللي طلبات مني لي مادلين منمر تكون تشوفهم. على هذا الشكل صافي، ها هو خلطناه. هذه بحال هكا، وهذا حاجتي فيه يكون غير ماشي غامق بزاف. هانتو بحال هكا، يعني كيبان كاين الفرق. هانتو واحد اسود بزاف وواحد لا. غادي ناخذ واحد البوش ديال الحلوه، وعندي جو طابل بلاستيك اللي كان غادي نفرغ فيه هادو ونطلقاو. هنا كيف كتشوفوا كناخذ نصف ديال المعلقه وكنديروه في الكيسات بحال هكا على هذا الشكل. وغادي ناخذ معلقه صغيره وغادي ندير كميه ديال المربى، يعني غير شويه. انا هنا كيف شفتوا درت مربى ديال المشماش، فغادي ندير معلقه شويه ماشي معلقه هنا في الوسط بحال هكا. ممكن ديروا المربى محضرينه في البيت، يعني انايا داك المربيات اللي حضرت معاكم فما بقى عندي منهم والو. يلا خصني نصيب ثاني ونخبي على هذا الشكل بحال هكايا. وغادي ناخذ عاوتاني نصف معلقه اخرى ونديرو عليهم من الفوق بحال هكا، تنغطيو انا غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله بحال هكا. على هذا الشكل هنا كيف كتشوفوا عمرتهم كاملين. فغادي ناخذ هذيك العجين اللي درت فيها غير القليل من الكاكاو، يعني غير هذيك النص معلقه هي اللي غناخذ هي الاولى. هانتو غادي نبدا ندير هلكم وندير هكايا دوائر. طبعا انا غنديرش كلشي بحال هكا، غادي نخلي شي حاجه ما منمراش على حساب وليداتي انا، حيت عندي هذاك الولد الصغير شويه مبعكك. بحال هكا نتمنى تكون الفكره واضحه، راهم ساهلين. ان شاء الله غندير معكم هذيك الكيكه تيغلي يلاه التركيه اللي دايره ضجه حتى هي غادي نديرها معكم. دابا غادي ناخذ هذاك البلاستيك اللي فيه الخليط اللي اللون ديالو غامق، وغادي نجي لهاد الدوائر وغادي ندير عليهم بحال غادي ندور عليهم بهذا الخليط بحال هكا. نتمنى تكون واضحه
الفكره، فهما كيشدوا اليد شويه لكن ما فيها باس. مره مره بحال هكا. انا دائما كندير معكم لي مادلين غير سامبل، ما فيها باس نضربوا تماره شويه باش نديروا شي حاجه مغايره. كيف كتشوفوا ماشي شي تماره كثيره، فاللي كيبغي هذا الشيء فكيحس به غير كيف كنقولوا غير نزاهه بحال هكا. يا حتى غادي نكمل. ودائما الطياب ديال المادلين فران مسخناه على 200 درجه، نديروه العافيه تكون عليه من الفوق ومن التحت، يعني ندخلوه نشعلو عليه العافيه من الفوق ومن التحت، تكون عليه في الوجه وفي التحت. ومنين ندخلوه دائما نخليوه في 200 درجه، غير يبدا يبان لينا المادلين انه بدا كيتنفخ 5 دقائق نطفو عليه الفوق ونخليوه يكمل الطياب ديالو. انا غادي نكمل وغادي نطلقه. وهادو هما لي مادلين ديالنا من بعد ما خرجو من الفران. هانتو كيف كتشوفو راه كيخرج كمية كبيرة، فأنا درتهم في المول ديال السيليكون وعادة غير وعادة هادو، فتقريبا خرجت لي شي 20 أو لا شي 22 حبة. هانتو كيف كتشوفو، فبغيتكم غير تدعو معايا طلبوا معايا شي نهار ندير لي مادلين وما يجيونيش بحال هكا مشقين. فأنا كنبغيهم يجيوني مسطحين، ما بغاوش دائما مشقين منفوخين. كيف كتشوفوا حتى التنمار ما بقاش باين مع تفرقعوا، كيجيو لذات بزاف رطبين. هانتو هشاش، وداك المربع فيهم الداخل كيجي لذيذ بزاف. هانتو كلهم ما بقاش باين ليا فيهم هذاك هذاك التنمر. فمعليش نوريكم غير كيف كيجي الكونفيتور من الداخل. هانتو وما كيهبطش، يعني ما كيخرجش لينا من الكاغيط. غير تبعوا الطريقه كيف درت معاكم، العجين تكون مخفيفاش بزاف ديال لي مادلين. وهادو هما لي مادلين ديالنا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم كيف ديما ما تنساوش ديروا لي لايك الفيديو واشتركوا بقناتي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديالي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله. وما تنساوش دعوا معايا المادلين واللي يجي مسطح. الى اللقاء.